المسرح المدرسي له دور كبير في تنشئة جيل له خلق وإبداع وفكر، وهو دور المسرح الذي يدخل مدارسنا بمدرسين ومدرسات متخصصون في المسرح المدرسي من خلال مواد تربوية لخلق فكر لدى الطلاب، وهو ما يتم دراسته في كلية التربية النوعية جامعة القاهرة لرفع كفاءة التعليم وفكرة التخصص داخل العلوم. هدف الكلية عندنا أو الرسالة بتاعتها إن احنا نطلع أو نخرج الخريج الخاص بالمسرح اللي هو الطالب المعلم، اللي هو بيدخل المؤسسة التربوية سواء كانت مدرسة أو كانت مراكز ثقافية أو قصور ثقافة، ويبدأ إن هو يعلم الطلبة الصغيرين أو الموهوبين بتوع المسرح النشاط المسرحي بكل أنشطته، سواء بقى كانت ديكور أو إضاءة أو موسيقى أو إكسسوارات، كل العرض كله بيكون يعني مسيطر عليه، فهو بيبدأ إن هو ينقل النشاط ده للمؤسسة التربوية من خلال فكره ومن خلال تعليمه في الكلية عندنا، علشان يخرج لنا عرض مسرحي مكون من مجموعة من الأطفال أو مجموعة من الشباب الصغيرين، ينقلوا المسرح للأطفال سواء كان الأطفال دول مشاركين في العرض بشكل مباشر أو بشكل تحت رعاية الكبار. المعلم بتاعنا بيحاول إن هو ينقل النشاط ده في المؤسسة اللي هو بيقدم فيها، إن هو يعلم الأطفال الصغيرين أو الشباب الصغيرين بتوعنا فكرة المسرح وإزاي يقدموا النشاط بتاع المسرح ويعملوا عرض مسرحي شبه متكامل، طبعا تحت إشراف المؤسسة التربوية اللي هو بيشتغل فيها، لكن الهدف الأول والأخير إن احنا بنعد مجموعة من الشباب يقدموا الفن نفسه، وثانيا بعد كده إن هم يكونوا جزء كبير من الجمهور اللي مفتقدوا المسرح العام. من خلال نزول الطالب المعلم المؤسسات التربوية هو بيكون على احتكاك كبير مع الأطفال أو الشباب الصغيرين اللي هيشتركوا معنا في النشاط، فبيقدر ان هو يعرف الموهوب في التربية الفنية وموهوب في التمثيل وموهوب في الموسيقى، وبيبدأ يعلمهم كل مهارة على حدة ازاي يستفيد بيها جوه العرض المسرحي، فبيبدأ ان هو يكتشف كتير من المواهب عند الأطفال بتخليهم أكثر استمتاعا بالنشاط وأكثر انتباها للمعلومات كتير ممكن تكون غفلة عنهم تساعدهم حتى جوه المدرسة على النشاط. وطبعا بيبقى في مسابقات على مستوى الجمهورية على أفضل عرض وأفضل عناصر للعرض، ده بيزود المنافسة بين المشتركين في النشاط، فبيشغل الطلبة كتير عن حاجات ممكن إنها تسوق إليهم في فترة الشباب بتاعتهم أو الفترة المدرسية، وبتحببهم أساسا في المدرسة اللي احنا كتير من أولادنا افتقدوا الارتباط بيها. كل سنة وحضراتكم طيبين وعودة جميلة للمدارس إن شاء الله، كل سنة وكل طلابنا وطالباتنا بخير، ويا رب يكون عام دراسي سعيد عليهم. زي ما شفنا طبعا المسرح المدرسي وإزاي أهميته داخل المدارس، يا رب كل التوفيق لأولادنا إن شاء الله في الفترة القادمة وهذا العام الدراسي الجديد. طبعا موضوعنا وكنا بنتكلم وبنقول إحنا عندنا موضوع النهاردة وهو عن الثروة السمكية، إزاي في مشروعات قومية وكان في اهتمام من قبل القيادة السياسية وكمان من قبل الدولة لأهمية هذه الثروة، وإزاي إن إحنا نقدر إن إحنا نتابع ويكون في زراعة للمزارع السمكية ونتعرف عليها، وإزاي ممكن تكون مفيدة لينا بشكل عام، وإزاي هتقدر إن هي تساهم بشكل أو بآخر في زيادة هذا المنتج. بجانب ده كمان تكون نقدر نقول المبالغ تكون بشكل اقتصادي يكون يقدر المواطن إن هو يشتريها. أكيد الموضوع له خلفيات كبيرة هنحاول نتعرف عليها ونقرب أكتر لهذه الزراعة من خلال طبعا ضيفتنا المنورانا النهاردة، معنا دكتور أماني أحمد محمد وهي مدير عام الشؤون البيطرية بجهاز الثروة السمكية وحماية البحيرات، وما كانت سابقا هي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. أهلا وسهلا بك يا دكتور معانا. أهلا وسهلا. يعني مزارع سمكية، اهتمام بالثروة السمكية لدينا، وازاي نقدر ان احنا كمان نخليها في متناول المواطن المصري البسيط ويقدر ان هو كمان ما تكونش اسعارها غالية.
قبل ما اتكلم عن هذه او هذا المشروع القومي، عايزه اتكلم الاسماك في مصر او معدل صيد الاسماك، كان ده بالنسبه لنا يقدر ان هو يكفي المواطن، ولا لما لجانا لهذا المشروع القومي كان في ضروره وضروره حتميه ان احنا لازم نفكر ونشوف الموضوع بشكل اخر؟ تمام. انا قبل ما اتكلم مع حضرتك في الاول احب اوضح للساده المواطنين المشاهدين ايه هي مصادر الثروه السمكيه في مصر. مصادر الثروه السمكيه في مصر يا اما مصادر طبيعيه من البحار والبحيرات ونهر النيل، يا اما جايه من الاستزراع السمكي اللي بيمثل 80% من حجم الانتاج الكلي في مصر. انا شفت طبعا الفقره اللي قبل مني والفقره بتاعه المطبخ بنتكلم عن الاكل والبروتين. المواطن المصري من حقه يبقى فيه قدر كافي من البروتين على المائده بتاعته. تمام. البروتين هياخده من اللحوم الحمراء او من الدواجن او من الاسماك، اللبن، البيض. طيب نتوقف دقيقه كده عند البروتين من الاسماك، هنلاقي ان هو مستصاغ. اللي بيعمل دايت بياكل بروتين من الاسماك. الاطفال الصغيرين، اللي بيعمل اللي عنده سكر، اللي عنده كوليسترول، كل الناس دي ما بتتمنعش من السمك. ممكن يتمنع من كل انواع البروتين. ممكن يتمنع من كل انواع البروتين، لكن عند السمك لا. هنلاقي ان احنا بناكله وبوفره. فبالتالي لازم المواطن اهتم بالثروه السمكيه، اهتم بالمنتج اللي متقدم له، ليه؟ عشان ياخد بروتين عالي الجوده عالي القيمه وفق المعايير الدوليه والعالميه. تمام. احنا في مصر الحمد لله النسب الاستهلاك من البروتين من الاسماك تقترب من النسب العالميه. طيب. فاحنا ماشيين على خطه ثابته، انتجنا حوالي 2 مليون طن تقريبا. الاستراتيجيه بتاعتنا في 2025 احنا نوصله ل 2.5 مليون طن. ده بالنسبه للاستزراع يا دكتور. للاستزراع. تمام. هو يعني المصدر نفسه كله ككل، وحوالي 80% منه الاستزراع. تمام. و 2030 ان شاء الله هنبقى حوالي 3 مليون طن، وحوالي برضو 80% منه من الاستزراع السمكي. يعني احنا بنعتمد اكتر على الاستزراع السمكي. طبعا طبعا. طيب خليني يعني هو سؤال كده، انا لما بيكون عندي صيد للسمك عن طريق زي ما حضرتك قلتي البحار او نهر النيل او غيره، ده هقدر ان انا استفيد من السمك وده بيكون بشكل طبيعي، ده مورد طبيعي. الاستزراع السمكي بيديني نفس فكره السمك اللي انا صيداه من مصادره الطبيعيه؟ يعني انا المفروض ان هو بيبقى له نسب معينه، بياكل بشكل معين، له طريقه اكيد علشان اقدر اوصل المنتج ان هو يكون كما هو المنتج اللي جاي من البحر او من النهر اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه. صح. سؤال حضرتك جميل جدا. في ممارسات بتتعمل على الاستزراع السمكي وتكنولوجيا معينه بتعمل على الاستزراع السمكي بتوصل الطعم والقابليه والجوده لاحسن كمان من المصايد الطبيعيه. تمام. تمام. حضرتك ممكن كمواطنه عاديه ممكن يبقى في حد مثلا بتاع دواجن او لحوم او طيور جنب بيتك وتسيبيه وتروحي تاخدي من واحد في اخر الشارع مثلا، ممكن ده يبقى ارخص من ده. طب ليه؟ الجوده بتفرق. تمام. فنظم الاستزراع، افضل الممارسات اللي بتتعمل على المزرعه، الاعلاف اللي بتتاخد، الاشراف البيطري على المزارع، التكنولوجيا الحديثه بتخلي الجوده والطعم بتاع الاسماك يفوق الوصف. فبالتالي انا هاخد منتج سمكي هتحكم فيه، هتحكم في كل حاجه داخله له، هقدر ان انا اعمل له انظمه تتبع، هعرف ان انا احلل له بعد كده وهديه للمستهلك بطعم جيد بجوده وفق معايير عالميه، لان المنتج المستهلك المصري من حقه ان هو ياخد حاجه ذو قيمه وجوده عاليه. طب خليني اسالك سؤال تخصصي شويه، يمكن بما ان انت حضرتك جبتي فكره الدواجن واللي قريب مني او البعيد عني. في الدواجن خلينا نبسطها جدا للمواطن. الدواجن احنا طول عمرنا بنسمع عن الفراخ البلدي دي اللي طبيعي اللي الست بتربيها في البيت وبيكون ليها النسل بتاعها بشكل معين. بعد كده دخلنا بقى في الدجاج الابيض، وان ده له حاجات معينه وبياكل بحاجه معينه، ولا وفي هرمونات لا حجمه اكبر، حاجات كتيره قوي بدنا نقولها، واصل ده كان فيه غلط على صحه الانسان، بس بالرغم من ده هو خلاص ده اللي ماشي او اللي موجود. طيب السمك انا اللي بتحكم انا دخلت له ايه؟ حضرتك قلتي من شويه ان ممكن يتم حجبي عن كل انواع البروتين ما عدا السمك، هو ما ينصح به في كل الحالات تقريبا. طيب البروتين او السمك اللي هو البروتين اللي باخده منه، السمك لما انا هحطه عن طريق ان هو مزرعه سمكيه هبتدي اشتغل معاه، زي ما حضرتك قلتي انا بتحكم في كل اللي بيدخله، يعني انا بتحكم في تكوينه. صح. طيب ده ممكن في وقت من الاوقات لو اختل هذا التكوين يديني سمك مش هقول اقل جوده، جودته كويسه، لكن هو ضرره على الانسان هيكون اكتر من صحته. طب ما نمسك الموضوع من الاول. احنا بدل ما بنجيب السمك البلطي النيلي العادي وبتربيه في الاماكن الانتشاريه او الاماكن المفتوحه، انت بتحطيه في مزرعه هو البلطي النيلي بتاعك. اللي موجود في المسطحات المائيه المصريه، وبتدي له اعلاف نموذجيه، بتقيسي له الميه، بتحللي له الميه والاعلاف كل شويه،
بتدي له كل حاجه تحت الاشراف البيطري، فبالتالي بيطلع جودته كويسه جدا. يعني انا بشيل منه نقدر نقول التلوث اللي حاصل مثلا بالزبط. في ظهر النيل، فانا بديه له لكن بدي له كل المقومات اللي موجود اللي هي المفروض يستفيد منها من طريق البيئه، لكن انا بديها له بشكل صحي. صح. يعني هو ده الموضوع. وعندي طبعا تحليلاتي للميه دوريا. في دلوقتي طبعا الالكترودز بتبقى مرميه على طول جوه الحواض، لو الاكسجين زاد، لو الاكسجين قل، لو البي اتش زادت، لو في اي حاجه في البارامترز بتاعه الميه على طول بيدي الارم ليا، فبرجع احسن جوده الميه واوصلها تاني للمعدل المطلوب فيه في الاستزراع السمكي. هيك قلتي تقريبا المزارع بتوصل حوالي نسبه 80% او وصل انتاجها ل 80% تقريباً. وهي ده اللي بنستهلكه يعني. طيب الاقبال عليها بقى، الناس ممكن تبقى عاوزه السمك ده بالجوده دي او الطعم ده زي ما حضرتك قلتي مختلف عن لو انا صيداد بشكل طبيعي؟ لا خالص، ما انا قلت لحضرتك لا بالعكس، زي ما انا نفس المنتج اللي بيتحط في المصايد الطبيعيه، انا جبته زريعه صغيره قوي وربيتها بطريقه صحيحه. بطريقه صحيحه. انا مش بحس كمواطن بالفرق. لا خالص. بحس ان هي طيب ما يتم التحكم فيه علشان اوصل المنتج للجوده عاليه، ده بيكون يعني زي ما حضرتك قلتي احنا كده متابعين لكل المقاييس العالميه طبعا. بيكون في رقابه مستمره، بيكون في ناس بيتم تدريبهم بشكل مستمر عشان يقدر ان هم يكونوا مواكبين. ما هيك قلتي احنا كده بنستخدم التكنولوجيا بشكل جامد جدا، لان احنا كمان بنستخدمه عن طريق ان لو في اي حاجه بتديني الارم بتعرفني ايه اللي ناقص او ايه اللي حصل او الخطا اللي حصل او العطل اللي حصل وانا شغاله معاهم. بالظبط، احنا بنشتغل على الموضوع ده، وكنا لسه مستمرين في مشروع مع منظمه الاغذيه زراعة الفاو لحوكمة الأمان الحيوي في المزارع السمكية. بناخد كل حاجة في المزارع السمكية من التشخيص للتتبع لجودة المنتج لتدريب الأطباء البيطريين، دربنا حوالي 300 طبيب بيطري لدورات إرشادية وندوات إرشادية لأصحاب المصلحة أو المزارعين أو رغبي الاستثمار في مجال الثروة السمكية عموما، تطبيق الأمان الحيوي، كل حاجة، الأدوية إمتى استخدمها وإمتى ما استخدمهاش، إيه الأدوية المصرح بيها وإيه اللي لا، الدوز بتاعتها لازم تبقى تحت اشراف بيطري، فترات الانسحاب كمان، يعني مش انا ارمي مضاد حيوي واروح لما السمك بتاعي ياكله المواطن المصري فبالتالي يتاثر بالمضاد الحيوي ده. لا، كل حاجه ليها احتياطات معينه وليها طريقه معينه في الشغل. تمام. دكتور، في اهتمام كبير جدا من قبل القياده السياسيه باهميه هذا المشروع وهذه المشروعات اللي في الاخر هتصب في مصلحه المواطن وكمان في مصلحه الدوله. عايز اعرف بقى الدعم وما يقدم من قبل الدوله لهذه المزارع السمكيه عشان تكون بجوده عاليه وفي نفس الوقت منتج بوفره. مبدئيا المزارع السمكيه بتقام حوالي على 300 الف فدان تقريبا على مستوى الدوله. في مشروعات عملاقه وواعده تبنتها الدوله ايمانا منها طبعا باستخدام تكنولوجيا الاستزراع السمكي الحديثه، باهميه الاستزراع السمكي للمواطن المصري كمصدر للبروتين عالي القيمه وعالي الجوده، زي مشروعات بركه غليون ومشروع الفيروز ومشروعات شرق التفريعه، الحاجات دي بتستخدم تكنولوجيا عاليه جدا زي ما قلت لحضرتك. في كمان ده بالنسبه لانماط الاستزراع كلها، في انماط الاستزراع البحري. من حق المواطن المصري طبعا ان هو يتنوع له في الاسماك، صحيح السمكه الشعبيه بتاعتنا هي البلطي بالزبط. واحنا كلنا بنحب اسماك الميه العذبه لانها بتبقى ارخص شويه ويعني متعارف عليها في مصر، لكن في اسماك ميه بحريه. فاسماك المياه البحريه ديت بنحاول ان احنا نوفر لها الاصبعيات والذريع الجيده بحيث ان احنا نمد بيها المزارع. عملنا في الكيلو 21 مزرعه بتنتج دينيس وقاروص واللوت والاسماك البحريه الفاخره، وتدي اصبعيات بحيث ان انا انمي بيها المزارع. مش كده وبس، ان احنا برضو بنتجه للاستزراع السمكي التكاملي اللي هو اعاده تدوير الميه. طبعا احنا داخلين على قصه ميه كبيره وكده، والسمك بجد السمك ما يعني ما بيستهلكش الميه، بيستخدمها بس وبعد كده ممكن اعمل لها اعاده تدوير تاني. ففي انماط من الاستزراع اسمها الاستزراع السمكي التكاملي، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نعيد تدوير الميه، ما هدرش الفائض من الميه واخد الميه متسمده من الاسماك ازرع بيها نباتات. عندنا برضو كمان في منطقه بورسعيد وحده ذات طابع خاص، فيها معمل واخد الايزو 17025 لسه واخده، احنا طبعا بنهني القائمين عليه. في استزراع، في مكان للتدريب، مكان مؤهل جدا للتدريب. وطبعا حضرتك عارفه ان مصر هتستضيف
الكوب 27 في شهر نوفمبر ان شاء الله. فطبعا كلنا بنهتم بالاستزراع السمك فيه في الانظمه المغلقه سهله التحكم اللي اقدر ان انا اتحكم فيها في درجات الحراره او التغيرات المناخيه، فكل توجهات الدوله بتبقى لهذا الكيان. طيب حضرتك من وجهه نظرك شايفه ما هو دور الدوله في رفع كفاءه البحيرات علشان نقدر ان احنا نوصل يعني لمنتج اعلى وفي نفس الوقت كمان لمنتج اكتر؟ دلوقتي الاستزراع السمكي مش هيهتم بالمزارع بس، تمام، في صياد اللي هو الصيد الحر والبحيرات. البحيرات كانت القيادة السياسية مهتمة جدا بموضوع البحيرات الفترة الأخيرة، إنها ترفع كفاءة البحيرات، تستعيد رونقها، تستعيد كفاءتها، ترجع البحيرة لسابق عهدها. كان في فترة من الفترات البحيرات شبه مهملة، ممكن حد يجي يصرف على البحيرات، مصنع أو مدينة سكنية أو وحدة سكنية تصرف على البحيرات، تستقطع أماكن منها لمشروعات، لتستقطع أماكن منها للتعديات، ده في جهاز حماية وتنمية البحيرات خلاص. وفي ظل اهتمام القيادة السياسية طبعا والدولة كلها بالبحيرات والمسطح المائي والصياد كده مورد رزقه، انتهت الموضوعات دي تماما، منعنا التعديات، الصيد الجائر، صيد الزريعة، بالعكس احنا كمان بنعمل على ان احنا نوسع له المسطح المائي للصيد الحر، بنشيل النباتات المائية، الهيش، البوس، بنديله مسطح مائي عالي جدا، بنكرك القاع، يعني بنشيل كل الطمي اللي في القاع او الروبه اللي في القاع بحيث ان عمود المايه يبقى مرتفع جدا، يقدر ان هو يستغله الاستغلال الاقتصادي الامثل. بنطهر البواغيز، لو انتم ما تعرفوش يعني ايه البواغيز، اللي هو مكان التقاء البحر بالبحيره، فبندخل المايه اللي هي جميله ونظيفه كده من البحر تدخل على البحيره، تقلل حده تركيز الملوثات، تدخل معاها زريعه، فيلاقي الصياد برضو مورد رزق. تمام، مش كده وبس، ان هو هيلاقي حاجه اسمها بايودايفرسيتي او تنوع بيولوجي، اللي هو في وش البغاز على طول هلاقي ميه ملح، بعديها بشويه هلاقي ميه شروب او البراكش، في الاخر ميه عذبه. كل نوع من الاسماك بيربى في مكان معين. احنا كثروه سمكيه كل فتره بندرس المخزون السمكي بتاع البحيرات، وبنمد البحيرات بالزريعه الجيده، بننزلها في اماكن معينه، عملنا تحليلات عليها وبننزلها بحيث انها تكبر وتتربى. الصياد لما يجي يصطاد السمك بتاعه هيلاقي ان شاء الله مورد رزق. ان شاء الله في مبادره كمان مع وزاره التضامن اسمها مبادره بر امان، بتدي الصياد بعض المستلزمات اللي هي تعينه على المعيشه وتعينه على حفظ الاسماك وتعينه على ان هو يشتغل. طب ده هايل يا دكتور، هايل. دكتور من وجهه نظرك في اي من المعوقات بقى بتعوق موضوع المزارع السمكيه وهذا هذه المشروعات اللي احنا بتعد طبعا مشروعات لها يعني للمستقبل بشكل كبير، في اي من المعوقات او العقبات اللي بتقابلكم؟ ان شاء الله اللي قادم افضل في جهاز حمايه وتنميه البحيرات والثروه السمكيه، اللي لسه القرار بتاعه طالع، قرار 146 لسنه 2021، فهيضم في مجلس ادارته كل المعنيين بقطاع الثروه السمكيه والاحياء المائيه في مصر. هايل. كان زمان لما نيجي ان احنا نعمل مشروع للاستزراع السمكي او مشروع للثروه السمكيه او الاحياء المائيه، ممكن الثروه السمكيه تقبل، جهات ثانيه ترفض، وزاره البيئه ترفض مثلا، حمايه الشواطئ ترفض، خلص. فكان المواطن مشتت. يعني يروح فين ويجي بالظبط. فدلوقتي الجهاز بيضم في مجلس ادارته كافه الجهات المعنيه. الجهاز هيبقى سيد قراره. تعرف يعني ايه سيد قراره؟ يعني لما ناخد قرار في الجهاز خلاص، في مجلس خلاص مفيش جهه ممكن تعوق القرار. احنا كلنا مجتمعين، جهات علميه وجهات سياديه، كل اجهزه الدوله مجتمعه في مجلس اداره واحده، فبالتالي لما هتدي قرار خلاص ملزم، فهو دوت اللي هنزل بيه. طبعا هي مشاركه اكتر من جهه، ده بيخلي ان القرار زي ما حضرتك قلت سيد قراره، ان هو ان القرار ما فيهوش رجعه طبعًا. يعني القرار لصالح الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه او اللي بنقوم بيه، وفي نفس الوقت ما فيش جهه ممكن تبقى عقبه بالنسبه لي او تضيع مجهود اللي دار. ده بالعكس كمان هيديني فرصه ان انا لما اجي ارسم سياسات للاستزراع السمكي والاستزراع المائي في مصر، تبقى السياسات واضحه المعالم، تنفيذها واضح المعالم برضو. لو جيت اعمل دراسات عن مخزونات سمكيه او عن مشروعات وطنيه او عن مشروعات قوميه، فبالتالي هتبقى كلها الموافقات بتاعتها ان شاء الله جاهزه. ان شاء الله. دكتور زي ما حضرتك قلتي في البدايه، ده كمان في بعض المهتمين بالاستثمار في مجال الثروه السمكيه. طيب المجال مفتوح والموضوع زي ما حضرتك بتحكي لنا عنه عن قرب قوي، الموضوع ممكن يكون له مردود عن طريق الاستثمار بشكل كبير لاي من المستثمرين. الموضوع متاح ومفتوح للمستثمر ويقدر اي حد ان هو يشارك او ان هو فعلا يقدر ان هو يعمل ده، في خطه موضوعه او خريطه زمنيه ان ممكن يكون في مشاركات من قبل المستثمرين؟ طب نمسك المستثمرين من صغار المستثمرين لغايه اكبر. اوكي، صغار المستثمرين لو عايز مننا دعم فني، دعم تقني، يتواصل
يتواصل معنا في الجهاز، احنا في شارع التسعين في التجمع الخامس، يجي بنديله نشرات ارشاديه فور فري، بنديله مشوره فنيه، بنقول له يعمل ايه وما يعملش ايه، بنقول له الاماكن المتاحه لصغار المستثمرين في الدوله اللي هو يقدر يستخدمها يعمل مشروعات للاستزراع السمكي لشباب الخريجين. تمام. طيب نعلى بالمستوى اعلى شويه، لانه مشروعات الاستزراع السمكي مشروعات اقتصاديه بحته. تمام. فكل ليفل ليه مستلزمات ومستلزمات تشغيل. طيب دلوقتي احنا هنطرح ان شاء الله، وطرحنا 22 موقع للمشروعات الواعده على طول البحر الاحمر والبحر المتوسط، في 9 في البحر الاحمر و12 في البحر المتوسط، دي عايزه مستثمرين يصرفوا عليها كويس، هتجيب مردودها كويس جدا، ممكن ينزل فيها اقفاص سمكيه وتكنولوجيا للاستزراع في الاقفاص السمكيه. تمام. تكنولوجيا واعده في الدول المتقدمه كلها والمتطوره في الاستزراع السمكي، فدي الفرص اللي محطوطه، والشروط بتاعتها موجوده برده في جهاز حمايه وتنميه البحيرات. يا ريت المستثمرين اللي يلاقوا نفسهم قادرين على ان هم ياخدوا التجربه ديت، واحنا هنساعدهم ونقدمهم يد العون والدعم الفني والدعم التقني على طول، فهنكون متواجدين معاهم دايما طبعا. ده هايل. طيب التواصل زي ما حضرتك قلتي الباب مفتوح لكل من المستثمرين من الصغار الى الكبار. المستثمر الصغير بيبقى عاوز يعمل مشروع، وزي ما حضرتك شباب الخريجين، بس هو عايز يعمل مشروع بيبقى فيه ساعات اجراءات. طيب الجهاز دلوقتي ميسر الامور، مخلي الموضوع بقى اسهل بالنسبه له، خلى الشاب لو هو بيفكر فعلا في المشروع دوت وعنده حلم انه يحققه بيبقى سهل في اجراءاته، ويقدر ان هو يتواصل مع الجهاز بصوره سريعه. اكيد اكيد. وانا قلت لحضرتك احنا بابنا مفتوح في جهاز حمايه وتنميه البحيرات، ندي مشوره، ندي دعم فني. بالعكس احنا كمان في الفتره اللي فاتت بنوصل بقوافل بيطريه وارشاد بيطري، احنا بنروح للمزارع واللينك بتاعنا موجود على صفحه الجهاز، نقول له احنا معاك كمان. احنا واقفين معاك واقفين في ظهرك، ليه حضرتك يعني تبتعد عننا؟ احنا وهو في مركب واحده. تمام. هو لما يقوم الصناعه بتاعته الثروه السمكيه كلها في مصر هتنهض وتبقى افضل وتبقى احسن. بنديله ارشادات بيطريه، بنديله افضل الممارسات اللي يعمل لها في المزرعه. تعرف حضرتك لما كنا بنقول الوقايه خير من العلاج؟ دي مقوله خاطئه. تمام. الوقايه في الاستزراع السمكي هي العلاج كله. تمام. انا لما اقيم من الامراض ونوصل معاه لبر الامان يبقى الكونتاكت ما بيننا، انا عالجته كده. انا كده مش محتاجه ان انا اعالج. مفيش حاجه كيماويات هتخش في الاسماك. تمام. في حاجه كمان، انت عارف حضرتك برضو توجهات العالم كله للوان هيلث. احنا كلنا صحه واحده. الانسان كل ما اعالجه من مرض فيروسي يطلع مرض بكتيري، اعالج من حاجه يطلع حاجه. فالعالم كله اتجه للوان هيلث، الانسان كل حاجه لازم اهتم باللي حواليه، بالميه، بالاكل، بالهواء. لو اكل منتج جيد هيحافظ على صحته، بدل ما الانسان كل شويه يمرض، لا انا هديله حاجات بممارسات جيده تبقى المنتج بتاعتها جيد، نحافظ على صحه وهكذا. الانسان. تمام يا دكتور. دكتور زي ما حضرتك قلتي كل حد ممكن يقوم بالدور اللي بيأديه، وان احنا ازاي بنقدر ان احنا نحميه. لكن اكيد لما بيكون في قانون وقانون رادع بيخلي الموضوع بالنسبه للشخص المخالف ان هو يتوقف. طيب هل هناك قانون لحماية البحيرات من التلوث للحفاظ عليها؟ في قانون وقانون صارم بيقدر ان هو يقف قدام اي مخطئ او اي حد بيكون مهمل ممكن ان هو يعني يفسد اللي انتوا بتحاولوا ان انتوا تعملوه؟ بالظبط. انا زي ما قلت لحضرتك قانون حماية وتنمية البحيرات رقم 146 لسنة 2021، المشروعات بتاعته كلها او القرارات بتاعته كلها هتبقى بالتنسيق والتعاون مع الجهات العلمية والمعنية. يعني انا مش هينفع اعمل اي مشروع غير لما اجيب جهاز شؤون البيئه يعمل لي التقييم الاثر البيئي. ها المكان دوت تقييمك للاثر البيئي بتاعه كويس للمكان ولا هيضره؟ فخلاص كلنا هنبقى على قلب رجل واحد. تمام. اللائحه التنفيذيه بتاعته حاطه عقوبات رادعه، ما ينفعش الدوله تبقى بتصرف المليارات دي كلها على الاستثمارات في مجال الاستزراع السمكي ويجي على حاجه بسيطه جدا او على ان حد ضعاف نفوس او حد مخالفين للقانون يبوظوا كل اللي احنا بنعمله، وهيبوظوه لاجيالنا واجيال قادمه. لما بيجي يصطاد بحرف صيد مخالفة أو بالكهرباء أو بالسموم أو بالمفرقعات، هو مش بيضر نفسه، بيضر لي المخزون السمكي بتاع البحيرة أو بتاع المسطح المائي لفترات طويلة جدا جدا جدا، بيدمر لي البيئة، بيدمر لي صحتي أنا كبني آدم أو كإنسان أخذت المنتج السمكي ده، وبالتالي حتى شكلنا قدام العالم كله مش هيبقى حلو. بالزبط. حضرتك انا نفسي ان سمكنا كله يتصدر للخارج وفق معايير وتكنولوجيا معينه، المعايير دي هعملها ازاي من غير عقوبات رادعه ومن غير اطر محدده وسياسات فنيه وتنفيذيه محدده للقائمين على حمايه الثروه السمكيه ان هم يخرجوا المنتج بالصوره المشرفه للوطن.
يا رب يا دكتور، ده اللي احنا بنحلم بيه وبنتمناه وبنأمله ان شاء الله. ويا رب ان شاء الله معاكم كل التوفيق باذن الله، ويكون في دور اكبر، والدور اللي بيقدمه الجهاز ان هو يقدر من خلاله فعلا ان هو يحمي البحيرات وثروه السمكيه. نشكرك جدا يا دكتور، كنت منورنا دكتور.